يا لهوي 5000 جنيه يا ليفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ ده انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا ليفي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجة؟ اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويزعق لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت سيادة المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي والله عيط القاضي عيط يا بنت. بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا يا بنت. فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنى والنبي هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي انحلوا بايه؟ السكر غالي وانحلوا بايه؟ انا بنت عروقه بس السكر غالي والسكر غالي. هنحله بإيه؟ والسكر غالي. هنحله بإيه؟ والسكر غالي. السكر غالي. شوف بقى بص بص طب ما بحبش البرتقال. بحبش ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام الله وبركاته. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك. عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفه خلي الناس تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستم يعني؟ في إيه؟ الله 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 يا عم أنا كلمتك تعز الخنا ليه طيب؟ الله طب مال أمك أنت اللي بتعمل بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. حكومة حكومة وفي ايه؟ عارفة؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطرتني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت الفلوس ان اهو في قلب الجيب جوزك سبع خفت يكونوا السنة واخر امي. لا السنة منين اهو في جيب اهو بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبينج. انت ناك نروح الموسكي كلاس اكتر. طبعا والله عندك حق. المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي. والراجل جايب الفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش كده؟ ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن يا عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 طفن. ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة. خد عفونة مش طفونة. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عيب. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيله الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال شايفه؟ وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. إيه هننفجر ولا إيه؟ لا أمال إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكن انا كنت بدم، يعني لكن انا كنت بدم. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي.